غينيا بيساو والسودان يعتبروا في المتناول المفروض، يعني بما اننا بنتكلم على منتخب مصر على الورق في المتناول، بالمنظر بتاع امبارح ده لا مش في المتناول، لكن على الورق هم ماتشين تقدر تعديهم بسهوله جدا جدا جدا. فبالتالي نادر، انا يعني امبارح انا كنت مضايق بعد الماتش، زينا كلنا كنا مضايقين بعد الماتش، فقعدت افكر طب الحل ايه؟ اكرم وقع مننا وفتوح وقع مننا، ها هو مش واخد بديل لاكرم طبعا، حتى عمر كمان ما لعبوش، وايمن اشرف بقاله كذا سنه بيلعب مساك وهو بصراحه ممتاز فيها اكتر من باك ليفت. انا بقول لك بصراحه مؤخرا فعلا خلاص ايمن اشرف على المركز ما عندوش السرعات في مركز الظهير الايسر، لكن كمساك ممتاز من افضل المساكين في مصر. حلو، فقلت نلعب 3 4 3 ونحط حمدي كاقتراح من واحد مصري مشجع مصري، حط حمدي فتحي اللي بيجيد في المركز ده مع موسيماني مع الونش وحجازي، وتحط زيزو يساعد صلاح كظهير ايمن تمام في خطه 3 4 3، وايمن اشرف بواجبات دفاعيه في كظهير ايسر. الكلام اللي بقوله ده ينفع مع توظيف مصطفى محمد صح في مكانه، دي النقطه، ها ممكن إنك الكلام ده توزع اللعيبه صح في اماكنها، ده رقم واحد. تمام، تحط اعمل الف ب وبعد كده بص على باقي الحروف، مش عايز اكتر من كده. حلو، دي حاجه. تاني حاجه، في اللي انت بتقوله امير شبيه شويه لكارلوس كيروش، عمل ده قبل كده مع منتخب كولومبيا. كان عنده في وسط الملعب كان بيلعب بخوان كوادرادو اللي هو باك رايت في يوفنتوس، أيوة او كان جناح، كان بيلعب بيه ثالث وسط الملعب. دي كانت تاليفه بس كانت صح، كانت بتساعده في بعض الاحيان، وكان بيلعب في الهجوم لويس موريل وراديميل فالكاو ومارتينيز. تمام، اللي كان بتاع نابولي، ثلاثه مهاجمين تسعه. بس كان بيعمل ايه بقى ساعتها؟ علشان كانت الحاله الهجوميه، يبدا يتحرك كوادرادو يطلع على اليمين يبقى مهاجم رابع، ولما يجي أيوة. لما يجي كوادرادو في الحته دي ويعمل العرضيه بيبقى في ثلاثه او اثنين متمركزين جوه منطقه الجزاء تسعه بالظبط في الحاله الهجوميه، فبتعمل كثافه عدديه في منطقه بالزبط. الجزاء بالظبط، الله يفتح عليك. انا بقى لما جينا كيروش جه في مصر، انا قلت اهم لاعب هيكون في خطته بعد السوليه احمد سيد زيزو. زيزو في الحته دي هيديك كل حاجه، اوفراته تحفه. هو ايه راس مال زيزو؟ الفنتات والسرعه مع الاوفر. احسن لاعب جناح بيعمل اوفر في مصر يعني، ومتكون في اوروبا. زيزو اصلا متكون في اوروبا بدنيا، ما شاء الله عليه، امبارح كذا كوره بدنيا بتفوق على لعيبه نيجيريا. لا وعنده سرعه حتى في الكوره في الستارت بتاعه كمان. بالظبط، مش لعيب كسول حتى على الاقل يعني، حتى لو الكوره بعيد عنه زيزو هيحاول يجيب منها حاجه. بالظبط، فانا زيزو هو ال 3 4 3 اللي بتتكلم فيها امير دي هيكون اهم لاعب فيها هو زيزو. بمعنى ان لو زيزو لعب تاني في نص الملعب او لعب باك اللي هو يعتبر جناح بمواصفات الباك رايت اللي هو الظهير الوهمي يعني، زي ما بيقولوا في 3 4 3 هيأدي فيها 100%. بس انا شخصيا ما اعتقدش ان كيروش هيعمل كده، مش هيعمل كده، لان هيكابر، هيفضل مكابر ويلعب ب 4 3 3 حتى في ظل الاصابات اللي تعرضنا ليها. مش انا الحقيقه على ما سبق، هو ما فيش في ماتش ما كبرش. حتى امبارح لما شفنا التشكيل قلنا نوعا ما منطقي، بس على ارض الملعب الموضوع كان مختلف يعني. اللي على الورق انا وانت وفاروق وغيرنا بنتكلم فيه، اي مشجع عادي ما بيعملش اي حاجه غير يتفرج على ماتشات منتخب مصر، الطبيعي جدا على الورق ده المنطقي. لما جه اشوفه في الملعب غلط، التوظيف غلط. مصطفى محمد جناح يمين ومحمد شريف جناح شمال. مصطفى محمد جناح يمين يا فاروق،